تفضل. كلاستر سيارة في مشروع الممشى. تمام. يتكون من بنايات سرور الأربعة، بنايات سوى الأربعة. تمام. الميزة الأولى في البنايات في كلاستر سرور وسوى إنه أول دورين في البنايات بيكون تجاري. تمام، بيكون تجاري زي ما أنت بتشوف على التلفزيون. أول دورين بيكون دورين تجاريات، فالدور الدور الأولاني بيبدأ يعني بشكل فعلي عن الدور الثالث عن الأرض، مرتفع عن الأرض الدور الأول. تمام. ومن الداخل الدور الأولاني بيكون في معاه حديقة داخلية، فبيكون عنده مساحة أكبر. لذلك أنا عندي الدور الأول والدور الثالث مختلفين، أما باقي الأدوار، باقي الأدوار في كلها تعتبر ايدنتيكال. تمام. للأسف الون بدروم كلها اللي في السيارة كاملة خلصت في سرور سوا. اللي باقي عندي تو بدروم، دور أول باقي ثلاث شقق طالتهم على الجرين واي، على المنطقة المفتوحة. تمام. مساحة 1127 وسعرهم 939 ألف درهم. تمام. الباقي كله ثلاث غرف. طبعا هذه بتمشي مع بيمنت بلان 100 مانث. اه. قسط شهري مع المطور لمدة 100 شهر، أكثر من 8 سنوات. تمام. 2 و 3 بدروم اللي افيلبل فقط للأسف. اوكي. تمام، يعني هم ثلاث وحدات بس غرفتين وصالة. ايوه عندي وحدات ثانية بس أغلى وأوسع شوية، يعني عندي 959 وعندي 989 2 بدروم مساحتهم بتكبر. حلو. تمام. تمام، بس الغرفه وصاله كله خلصان، كل وان بدروم كله خلص. تمام. بالنسبه للجزء ده في حاجه دي الجزء اللي في بنايات جاهزه في 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 مشروع الممشى. اه. في بنايات هتجهز في شهر 9 2023، وبنايات هتجهز في نهايه 24. تمام. البيمنت بلان اللي موجوده هون هي 10% دفعه اولى، 18 شهر قبل الاستلام. تمام. 30% من قيمه العقار على الاستلام، و40% على 32 شهر بعد الاستلام. تمام، حلو قوي. وده متوفر هنا وان بدروم تو بدروم. تسليمها امتى هنا؟ تسليم عندي 9/2023 و12/2024. حلو جدا. تمام. وهنا في غرفه وصاله؟ نعم موجود. سعرها كام؟ 640,000. 640. تمام، حلو جدا. يعني احنا كده قدامنا لو هناخد 1% هناخد هنا غرفتين وصاله. نعم، اللي هي في بنايات سرور. اه. وسوا. حلو. لو هناخد غرفه وصاله هناخد هنا بس مفيش 1%. نعم. تمام، حلو جدا، شكرا جدا. الله يسلمك.